مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. زي ما تعودنا دايما بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحه، وايمانا بمبدانا ان الوقايه دائما خير من العلاج. بيشرفنا ويسعدنا النهارده ان يكون ضيفنا الدكتور محمد حسن الرملي، اخصائي التوليد وامراض النساء وزميل الكليه الاوروبيه لامراض النساء والتوليد. منورنا دكتور محمد. اهلا بحضرتك، سعداء بلقاء حضرتك. انا اسعد مسيح. كل بنت بتحلم بحلم الامومه، تحلم امتى تبقى ام. للاسف لما بتبقى قربت على مشارف تحقيق حلمها بتصاب نسبه كبيره بالاجهاض. الاجهاض بقى منتشر واللي بنسمع اسمه كتير قوي، في اسئله كتير بتدور عن الاجهاض. نبدا كده نبسط الامور، هو يعني ايه اجهاض؟ اجهاض من اسمه ان حصل حمل وتم فقد هذا الحمل. حتى هو يعني كان الكلمه الانجليزيه لكلمه اجهاض زمان اللي هي ابورشن اتلغت واصبحت دلوقتي حاجه اسمها ميسكاريج. ميسكاريج يعني حموله فقدت الحمل. كلمه اجهاض كمان بتطلق على فقدان الجنين قبل اكتمال نموه الداخلي. تمام. اكتمال النمو لحد اخر الحمل، وفي قابليه الطفل لو الجنين ده ان هو لما يتولد يكمل، دي اسمها الفيابيليتي، لحد مثلا 22 اسبوع حمل، قبل كده يبقى اسمه اجهاض. تمام. يعني مش شرط الاجهاض مرتبط بس باول 3 شهور في الحمل، ممكن بعد كده لحد 5 شهور. خمس شهور وشويه كمان. طب في اسئله كتير بقى تحت عنوان الاجهاض، من ضمن الاسئله دي هل الاجهاض الاكثر عرضه للاجهاض اللي هم في اول حمل ولا دي مالهاش علاقه؟ اللي هو اول حمل ليها، اول حمل ليها عروسه جديده واتجوزت. طيب خلينا نقول ولو عدت على سلام في اول حمل والامور تمام وولدت والامور كلها تمام. لا مش ضمان. ما ايه ما ده شرط ان ما يجيش اجهاض بعد كده او لا. في متلازمه ما بين الحاجتين دول؟ هو بالاحصائيات العالميه وبالدراسات وبكل حاجه فعلا البكريه او اول حمل ليها معرضه اكثر لعمليه الاجهاض بنسبه تصل ل 20%. 20% من السيدات اللي اول مره يحملوا هيحصل لهم اجهاض. 20%؟ 20% يعني ده رقم كبير. بس ده مقبول، ما بنقولش عليه اجهاض متكرر او نبدا نقلق منه ونبدا نسعى بقى للتحاليل والاشعاعات والفحوصات الا بعد الثالث مره. لو حصل اجهاض لمده 3 مرات، 3 مرات ورا بعض، هنا نبدا نقلق ونبدا نشوف بقى يعني نتمعن اكتر في الفحوصات ونركز اكتر مع المريضه بدون اي نوع من انواع القلق برضه، لان ده وارد واسبابها كتير. طبعا لو اول حمل مر على سلام في الاغلب يعني بيبقى السيده غير معرضه بعد كده للاجهاض، بس وارد ان يحصل حاجه كده سبورادك مع نفسها يعني تاني حمل تالت حمل رابع عاشر حمل ممكن يحصل. في الاغلب بيبقى سببه الاساسي ده من رحمه من عند ربنا، ان سببه بيبقى مشكله في تكوين الجنين، فالجسم بيلفظ هذا الجنين غير السوي. يعني تركيبته او تكوينه حاجه كروموزوماته مش مظبوطه او الجينات، وده اشهر سبب. فربنا سبحانه وتعالى خالق حاجه اسمها ناتشورال سيلكشن، الاختيار الطبيعي. لو هو كويس هيكمل، لو هو مش كويس بيلفظ من الرحم وبتبقى مرحمه من عند ربنا ونعم بالله. لكن في اسباب بقى كتير هي بتؤدي لحدوث الاجهاض. طبعا اشهر الاسباب بقى دي او من العادات السيئه اللي احنا بنقع فيها، ممارسات خاطئه بنعملها، هل في استعدادات قبل الجواز ولا لا، استعدادات قبل التخطيط لحدوث حمل ولا لا، الكلام ده ليه دور ولا ملوش دور في نسبه حدوث الاجهاض من واحده للتانيه؟ طيب خليني اتكلم على مستويين. المستوى الاولاني اشهر الاسباب لازم تقسمها لحاجتين، اسباب راجعه للام واسباب راجعه للجنين. الاب بره الموضوع خالص. الاب يعني يعني مشكله في الام يا في الجنين. انا الاب بيخش في الموال كده في السكه يعني. الاشهر اسباب اللي ليها علاقه بالجنين زي ما قلت لحضرتك هي وجود عيوب خلقيه في تكوين الجنين، كروموسوم الابنورماليتيز. تمام. فده بينزل لوحده. او في الام طبعا اشهر الحاجات اللي ممكن الام تؤدي الى طبعا معاها لاجهاض هو زي ما قلنا ان هي بكريه اول حمل ليها، لان الجسم بيتعامل مع الجنين ده على انه فورين بودي، على انه جسم غريب عليها زي البكتيريا، فبتحاول يطرده. او ان يبقى في مشاكل هرمونيه وغدد عند السيده، اشهرهم برضو السكر والغدد الدرقيه. مهمه جدا. السبب الثالث ممكن برضو من الاسباب المشهوره اللي تؤدي الى الاجهاض بس متاخر شويه،
يعني مش في اول 3 شهور، مش اول 12 اسبوع حامل، ممكن بعدها لحد 20 اسبوع اللي هو اتساع عنق الرحم. اتساع عنق الرحم عنق الرحم يبقى اوسع من الطبيعي بتاعه. فتفاجئ السيده بدون اي الم خالص، دي من علاماته المميزه اللي في التشخيص، بدون اي الم البيبي نزل. من دلوقتي احنا يعني متهيألي كل حاجه بقى ليها حل، يعني احنا مش يعني ونحمى بالله يعني في حاجات مهما التطور اللي حصل يعني التكنولوجي والطب اللي موجود دلوقتي حل ازمات لناس كتير. طبعا. طب احنا نشوف عنوان اول خبر من مجلتنا دكتورنا ونستكمل حديثنا. عنوان الخبر بيقول المواليد الذكور امهاتهم معرضون للسكر وتسمم الحمل. ايه بقى المواليد الذكور امهاتهم؟ يعني هو لما يكون المولود او الجنين ده ذكر فهو بيضر الام اكتر من لو هي انثى. بص خليني اوضح بس حاجه صغيره جدا. يعني ده صحيح مبدئيا بخصوص انا ما اقدرش احلفك ان هو صحيح ولا غلط. تمام. بس خليني اوضح حاجه صغيره قوي. اتفضل. يعني الطب عباره عن مشاهده واوبزرفيشن ومقارنات واحصائيات. تمام. عشان نوصل في الاخر لحاجه كويسه. اللي عملوا الدراسه دي وجدوا ان السيدات اللي حوامل فيه ذكور ممكن تزيد معاهم نسبة تسمم الحمل والسكر. وده واقع في كذا مرض آخر معروفين بقى ثابتين علميا. يعني مثلا أمراض الكبد، في أمراض كبد معينة مع الحمل مع الذكور. تمام كده؟ البيبي ده يبقى حجمه أكبر من ده ذكور مش إناث. حاجات ثابتة. بس دي دراسة أعتقد إن هي comparative study، يعني دراسة مقارنة ما بين كذا حاجة. محتاجة تثبت؟ محتاجة طبعا تثبت. إلا لو أنا شفت المصدر بتاعها. بس طبعا الكلام ده وارد جدا وبنشوفه فعلا. طب هو بالمناسبه هو فعلا الحمل بالنسبه للام بيبقى مرهق لو الجنين ذكر غير لما يكون انثى، ولا ملهاش علاقه؟ يعني كل دي كلام كلام طيب استكمالا بقى لاشهر اسباب اللي بتؤدي الى الاجهاض، هل في استعدادات معينه عروسه جديده، هل في اي استعدادات معينه يعني بتعملها؟ يعني هي بتروح للدكتور لما تبقى حامل، ولا المفروض قبل ما تتجوز بتروح للدكتور، ولا لما تبقى حامل بتروح للدكتور؟ تروح امتى للدكتور؟ ده سؤال حلو جدا بقى. ان احنا دايما في مصر عندنا تفكير بعد ما الحاجه تحصل اروح. تمام. مفيش التفكير الوقائي. المفروض طبعا هنا يعني وزاره الصحه والمنظومه الصحيه في مصر بتلعب دور مهم جدا، ان هي بتعمل اللي هي تحاليل ما قبل الزواج. طيب. وبتصر عليها في الاماكن الحكوميه الكبيره. دي مفيده جدا. التحاليل دي لازم تتعمل قبل، ولازم السيده الراغبه في الحمل سواء هي بكامل صحتها او عندها مرض مزمن معين كامراض السكر، الصرع، ما الى ذلك، او الضغط المرتفع، لازم تتابع دكتورها قبل الحمل بحيث يديها علاجات ويتابع القصه ويدخلها حاله وجود مرض مزمن هي بتعاني منه، وفي حاله عدم وجود مرض مزمن تروح برضه دكتور. قد تكتشف شيء. قد تكتشف شيء. يعني نقدر نقول ان لابد من اجراء الفحوصات قبل الزواج. لازم ومتابعه وبمنتهى الاهتمام. انت عايز نتيجه كويسه. يبقى لازم تبدا بدايه كويسه، وبتجنب نفسك ان انت تدخل في متاهات تاني بعد كده لا قدر الله لو فيها مشكله. بالظبط كده. طيب ده هي كده هتروح قبل ما تتجوز. قبل ما تتجوز او ما على طول يعني. طيب. قبل الحمل بقى. هي اتجوزت هيبقى في حمل ان شاء الله يعني. ان شاء الله. هل في اي نصايح المفروض بتوجه ليها، او هي اي استعدادات بتعملها بحيث ان هي بتجنبها خطر الوقوع في الاصابه باجهاض، ولا ده ملوش علاقه؟ الحمايه من الاجهاض غير وارده. يعني ما فيش حاجه ممكن تعملها او لها تعملها ما يعني حتى بالطب الشعبي بتاعنا الطب الجميل كده اللي هو ايه، اول ما تبقى حامل نامي على ظهرك ما تتحركيش. الكلام ده خاطئ 100%. اللي متعوده تعمله حتى في اول وهي حامل، حتى في اول الحمل وفي اخر الحمل في نص الحمل النشاط بتاعها المعتاد تعمله. مفيش داعي للاوفر نشاط ولا مجهود زياده. ما هي دي بقى الناس بتسمع على بعضها وده بيتكلم مع ده. ما هي دي المشكله. فالدكتور قال لجارتها نامي 9 شهور. نامي 9 شهور عايزه تريح عشان تحافظ على. طب نقدر نصيغ السؤال بشكل تاني. نقول ايه الحاجات اللي ممكن تعملها لكي يكتمل الحمل ويتم الحمل ويكتمل بصحه بدون ما ياثر الجنين؟ يعني مثلا في مجموعه من الفيتامينات بتتاخد في اول 3 شهور من الحمل. تمام. يمكن احنا عم بنعاني نسبه كبيره منها من سوء التغذيه. صحيح. الكالسيوم والفوليك اسيد والحديد، الحاجات دي المفروض انها بتتاخد قبل الحمل بيبقى افضل، ولا ما بتبقى عند حدوث الحمل، حصل حمل خلاص ببدا اخد الحاجات دي ولا لا؟ طيب سريعا كده، الفوليك اسيد افضل ان هو يبدا قبل الحمل.
لان الفوليك اسيد بياخد فتره على ما يحصل له ساتوريشن، تركيزه يعلى بحيث يوصل للمستوى المطلوب. تمام. فاللي عايزه تحمل تبدا فوليك اسيد براحتها من قبل ومفيش منه ضرر نهائي. تمام. الحديد بنديه لو الحاله عندها انيميا بعد اول 3 شهور. بعد اول 3 شهور ما ينفعش في اول 3 شهور. تمام. وكذلك الكالسيوم. الغلطه اللي الناس بتقع فيها بعد الولاده بيوقفوا الاثنين. لا، لو سمحتي كملي عليها 3 شهور كمان على الاقل لو في رضاعه طبيعيه. لان الجسم بيفقد في الرضاعه الطبيعيه، السيده بتفقد كم كبير جدا من الكالسيوم بيروح للنونو ومش داخلها هي. ويمكن ده بيفسر نسبه اصابه نسبه كبيره منهم خصوصا في سن الياس باصابه هشاشه العظام. هشاشه العظام، السنان من قبل سن الياس كمان او سن انقطاع ضوء الطمث، شعر بيقع، اجهاد عام، قصه مزعجه جدا. والناس بتسال ليه؟ ما هو من كده. شوف عنوان خبر مجلتنا دكتورنا ونستكمل حديثنا. الاصابه بالسمنه والسكر خلال الحمل قد تعرض الام والجنين للخطر. الاصابه بالسمنه والسكر خلال الحمل قد تعرض الام والجنين للخطر، والاب برضو بره الموضوع. بره الموضوع ملوش علاقه. لا، انا احب اضيف حاجه بس، هي الاصابه بالسمنه في حمل او في غير حمل، جنين او غير جنين، مضر. تمام. ف 100% العنوان صح. ده 100%. السمنه ليها تاثير على فكره اكتشفوه مؤخرا على الجنين، بعيدا عن موضوع السكر اللي بيعدي وان الجنين يطلع عنده معالم الطفل السكري وهذا الكلام اللي هو وزنه كبير والمنظر ده، اكتشفوا ان هي عامل اساسي في حدوث تشوهات خلقيه وجنينيه للسمنه. السمنه لوحدها سواء السيده عندها في سكر ما فيش أو سكر هي السمنه مضره. السمنه لوحدها مضره. ده غير ان الطفل بيورث الموضوع ده، فيبقى عنده القابليه زايده ان هو يطلع سمين. وبالتالي تزيد نسبه خطوره الضغط والسكر وامراض القلب والكوليسترول واكثر عرضه للاصابه بالحاجات. دخلنا في دوامه ثانيه بالظبط. طب في ما دام ذكرنا السكر، في سؤال بيدور في ذهن كتير من الناس. اتفضل. الام عندها سكر، بنت عندها سكر، ولا لسه حصل حمل ولا اتجوزت ولا اي حاجه خالص. تمام. مع السكر هي بتتجوز عادي وبتحمل عادي؟ طبعا. والجنين لازم بيبقى مصاب بالسكر ولا ملهاش قاعده ولا ايه اللي بيتعمل ولا؟ طيب. السكر مرض وراثي بنسبه كبيره جدا. هو سكر فيه نوعين، تايب 1 وتايب 2، الجزء اللي هو التايب الاولاني والثاني. تمام. الاولاني ده وراثي، اللي هو ممكن تلاقي طفل صغير عنده مثلا 10 سنين عنده سكر. جيناته كده. جيناته كده. التاني ده بيبقى في مرحله متقدمه شويه من العمر، وطبعا بيبقى اقل تاثيرا على الاجهزه بتاعه المريض عامه. تمام. الطفل يرث الام المصابه بالسكر او الاب مصاب بالسكر او العيله فيها مرض السكر، طبعا وارد جدا، الريسك بيزيد جدا. فلازم من بدايات حياته يعمل ايه؟ يعامل نفسه ان هو مريض سكر، بدل ما ياكل سكريات بالهبل ويبقى عايش منطلق، يعمل كنترول على نفسه من بدري. يعني انت عارف ان انت في مشكلة سكر وراثه مثلا موجود في العيله، الاب عنده سكر، الام عندها سكر، عمك خالك بالظبط، فانت المفروض بتتعامل ان انت مريض سكر علشان ما توصلش للمرحله دي، ما تبقاش دي عوامل خطوره تؤدي تزود لان انت في الاغلب لو انت عندك الجين هيجيلك بس هيجي امتى؟ بس يجيلك وانت عندك 70 سنه غير لما يجي وانت عندك 20 سنه. هي دي القصه. طيب حضرتك قلت معدل الخطوره بيزيد طبعا، لكن بتبقى في ام عندها السكر وحصل حمل عندها ولدت عادي. تمام. والطفل ما جالوش سكر وعدت بمرحله امان، ودي دي حاله طبيعيه خالص. لا، دي حالات، ده معظم الحالات كده. يعني احنا معظم الحالات بنعرف نسيطر على صحه الجنين عن طريق السيطره على صحه الام. طول ما احنا ظابطين السكر في معدلاته الطبيعيه، والسيده الحامل بتتابع كويس ومهتميه بتغذيتها بالطريقه المطلوبه منها مع خبراء التغذيه طبعا. تمام. وبتعمل السونارات المتابعه للجنين بانتظام، احنا مطمئنين على الجنين ومطمئنين على الام. زي ما قلت لحضرتك، لو البدايه كويسه لازم النتيجه ان شاء الله تجي كويسه. هو دكتور محمد زمان كان بنسمع كده اهالينا وجدودنا زمان يقول لك كانت الواحده بتخلف عادي، تولد كده وتقوم وتعمل كل حاجه وتروح. ما كانش يعني حدث يعني ان هي تبقى حامل وبتولد، ده مش حدث يعني ضخم ولا حاجه. دلوقتي لا، ده احنا نروح للدكتور من قبلها، ونروح عند اول الحمل، ونروح نتابع مع الدكتور باستمرار، والولاده لا اصل ده موضوع وفيها 100 نوع وفي كذا وكذا. انت كده يعني بتقطع علينا. ايه اللي جد علينا خلى الامور دي بالشكل كده، وبقى الحمل موضوع كبير ولابد من المتابعه الجيده معاه؟ انا برضه هقول على الموضوع ده في نقطتين. النقطه الاولانيه، اللي جد التطور الكبير قوي في الطب
جذب انتباه الناس وخلاها تاخد بالها من حاجات ما كانتش بتاخد بالها منها. زي يعني في مجموعه كبيره جدا من الامراض الجنينيه وللسيده الحامل كانت غير مكتشفه وكانت مجهوله. ابسطها لحد فتره قريبه مثلا الاجسام المضاده اللي هي بتسبب الاجهاض المتكرر تسبب وفاه الجنين في البطن حتى في الشهر التاسع اللي هو شايفاه جسم غريب اللي هي امراض المناعيه. تمام. اكتشفناها دلوقتي جذبت انتباه الناس. ايه امراض مناعيه؟ مرض بطانه الرحم المهاجره مثلا جذب انتباه الناس جدا. ده موضوع من المواضيع اللي بقت منتشره جدا وكل الناس بتسالك فيها. تمام. فالجذب الانتباه ده خلى الناس تركز وتروح لدكتور واتنين وتسال فبدا الموضوع يوسع. الحاجه الثانيه اللي احب اقولها لحضرتك بخصوص بقى اجدادنا والناس البركه دول يعني انت ما كانش عندك احصائيات. صحيح كانوا بيولدوا في كل حته وكانت صحتهم كويسه وكل حاجه بس كان برضو في ناس كتير قوي بيتوفوا منهم وهم بيولدوا وفي اطفال بتروح وكل حاجه. طبعا نسب وفيات مرتفعه طبعا بس طبعاً. ما كانش حد بيسجل. ما كانش في تفكير الدوكيومنتيشن او التوفيق. احنا كده خلاص احنا بنقول للناس احنا لازم نتابع في الحمل طبعا شويه دكاتره يشتغلوا بتوع النساء لا دكتور محمد احنا عندنا اسئله كتير بس للاسف وقتنا قصير وقتنا انتهى فاحنا ان شاء الله على وعد ان احنا نستكمله في حلقات تانية باذن الله. جدا جدا لحضرتك. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور محمد حسن الرملي اخصائي التوليد وامراض النساء وزميل الكليه الاوروبيه لامراض النساء والتوليد. نورتنا دكتور محمد وسعدنا بلقائك. شكرا جدا وشكرا لكل المشاهدين. ربنا يخليك دكتورنا. نشكر الساده المشاهدين وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.